شن الشيخ جبار عجاج أحد شيوخ البعساف في الانبار هجوما لاذعا على علي حاتم سليمان ووصفه بالإرهابية، مؤكدا عدم اعترافه بقرار بعض الشيوخ بفصله من العشيرة. مثل ما شفتوا أنتوا علي حاتم سليمان والدواعش نشروا فصل جبار عجاج، وأغلبية الناس تراسل انهم شنو فصلوا من عشيرتك او هيك شيء. جبار حجاج مو جندي عندهم ولا فلاح عندهم ولا راعي عندهم، جبار حجاج رئيس فقد مثل ما هم قسم منهم رؤساء افخاذ وقسم منهم نعم شيوخ، ولكن ما نعترف فيهم لانه اووا الارهابي علي حاتم سليمان، ما زول اووا علي حاتم سليمان، هذه ما اعترف فيهم ولا اعترف بتوقيعهم، واطالب الحكومه العراقيه تنفذ اوامر القبض اللي على علي حاتم سليمان، لانه هذا ولد هبطي، خلي يرجع على خامته الاربيل وراح يتخم هناك ياهو، واني بالنسبه لي موجود حاليا بالجزيره بالبعساف واتحداه وازين شاربه اذا يوم من الايام يجيب اسمي على لسانه الا بنص لسانه، واتحداه يجي في يوم من الايام في قاطع مسؤوليته البعساف الجزيره المصاحب حديد، وراح اشوف الجيابه شو تجيب، وراح اشوف جبار حجاج شنو جبار حجاج؟ جبار حجاج هذول بس ولدي، يعني ولدي وولد اخوي، يعني ما يحتاج علم الفخذ كله، لان الفخذ اذا لميته عندي بال 150 مقاتل، واحنا نكتفي بالقانون وان شاء الله نضربه بالقانون، ولكن هو من يهدد ويحكي، ومع الاسف على الناس اللي كانت قاعده يمه في ربعته ويقولوا لهم هاي الباب يا ساح جمل خليه يطلع جملين من الباب، يعني تهزئه لهم ويقول لهم تطلعون من الباب. عمي هذا يستهزئ على البعساف ويلعب على البعساف، والله بدايكم لا امير ولا شيء ولا شيخ البعساف، والا الزمه والا الزمه بالقانون واكسر ظهره، وان شاء الله عن قريب جدا 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 الشيخ جبار عجاج رئيس فخذ المصالح الحديد.